السلام عليكم، معكم السيد علي. الإسماعيلية مصر إن شاء الله، والإسماعيلية دي محافظة يا جماعة، محافظة في مصر إن شاء الله. النهاردة هنقول العباية بتاخد قد إيه قماش، وكل واحد بيعمل الطريقة العباية إزاي زي ما هو عايز. العباية الأول حاجة دي قماشة عندنا 3 متر طولها في عرض 150، يعني إحنا هنفرض إن القماشة دي كام طولها 3 متر في عرض 150. طب العباية بتاخد كام متر؟ تاخد الصدر بتاع العباية زي ما احنا طبقنا القماشة دي 2 كده، 150 طبقناهم 75، ونطبق صدر العباية 2 ونحطه، يبقى كده خدنا 150 صدر عباية، وبرده الظهر 150 طبقناه وخدنا الظهر 150، فطلعنا العباية 3 متر لحد هنا. والجناب ديت بيطلع منها الكمام، كل الجناب دي والباقي كله بيترمي قصايص، وكل الباقي ده قصايص بترمي. يبقى العباية بتاخد كام متر؟ بتاخد 3 متر. طيب ده رسمي كده، العباية بتاخد 3 متر، اللي هي العباية السادة السودة اللي ما فيهاش نقشة بتاخد 3 متر. طيب في ناس، واحدة مثلا تروح تقول لها اعمل لي عباية باتنين متر، طب ازاي اعمل لك عباية؟ أول حاجة بنعمل عباية باتنين متر وربع. طب واحدة عايزين نعمل عباية باتنين متر وربع ازاي والعباية بتاخد 3 متر ونص؟ بنروحوا جايبين الظهر، ويروحوا مدخلينه ايد في رجل، فين بيسموها كده ايد في رجل في الظهر، فالمتر ونص يطلع الصدر والجنب. الصدر ضيق والديلك واسع، فبيعكسوا دي، بياخدوا الحته الضيقه مع الحته الواسعه ويروحوا معطينها مع بعض، ويروحوا مطلعين العبايه كلها بمتر ونص الصدر والظهر، والكمام بيكملوها 60 سنتي، والكمام بيكملوها 60 سنتي، فبتقطع العباية 2 متر و10 سنتي. بس بيبقى في حاجة في العباية دي، ان بيبقى في خياطة في الظهر من ورا، يبقى هو كده وفر كام؟ وفر متر الا ربع من القماش، 60 سنتي و150 و155 كمان لو الواحدة طويلة. هو الرينج المتوسط معظم العبايات حتى اللي بينزل جاهز المعظم بتاعه بينزل 150، 155 لما بيكونوا عاملين عبايات طويلة، و160، فاحنا بنتكلم على عباية 150 سنتي. نروح عاملين الكم والطول. هل الاتنين متر وربع دول عجبوا الناس؟ لا، في ناس تانية ما عجبهمش الاتنين متر وربع دول، قال لك برضه الاتنين متر وربع كتير، فبييجوا يفتحوا الكم كده عرضه 40 سنتي مثلا او 50 سنتي، ويروحوا حاطينه بالعرض، ولنفرض 50 سنتي ومتر ونص، يبقى العباية طلعت بكام؟ ب2 متر بس بدل 2 متر وربع. يبقى احنا كده شرحنا العباية. طبعا حتى لو غلط، ما هو المشكلة حتى لو حطت الكم بالعرض دي غلط، في ناس بتعملها كده، يعني في ورش ومصانع بيعملوها كده، مهم ان هو يطلع. يعني مثلا لو واحدة نفرض مثلا جت جابت لك 2 متر عباية وقالت لك اعملها لها، قلت لها ما بعرفش، ما ينفعش 2 متر، راحت واخدها رايحة عند واحد تاني وعملها بنفس الطريقة اللي بقول عليها دي كده، وراح مطلع العباية كام؟ وراح مطلع العباية 2 متر. في الساعة دي هتبقى انت اللي فاشلة، وقدام الناس كلها انت اللي منظرك وحش مش عارفة تطلعيها، فلازم تبقى انت عارفة ازاي بيطلعها ب3 متر. ماشي، ازاي بنطلعها ب3 متر الصدر والظهر ورا بعض والكمام جنب بعض، وازاي بيطلعها ب2 متر وربع بيعملهم ايد في رجل والكم يحطه بالطول، يبقى كده 2 متر وربع. ازاي بيطلعها 2 متر؟ بيحط القماش بالكم بالايه؟ بالعرض. يبقى كده انتوا عرفتوا ازاي القماشه العبايه بتاخد قماش قد ايه. هنشيل بقى العبايه دي خالص، نرجع نفتح القماش تاني وننسى موضوع ال 150، هنتكلم بقى عرض القماش اللي هو 180 الحرير. العباية الحرير اللي هي العرض 180 دي بتاخد كام؟ بتاخد الطول مرتين، الكم بيفتح على الاخر من الايد للايد، ماشي، والتانية بتاخده مرة تانية من تحت، فكده العباية واخدة 3 متر وربع، اللي هي عباية الرجلان اللي كلها حتة واحدة، يعني عباية الرجلان كلها حتة واحدة. طيب لو احنا بصينا كده على الموديل هنلاقي ليه الكمام مش مكملة، لان احنا في الاول قلنا ان ده عرض 150، هل ينفع ال 150 نعملها رجلان؟ في ناس برضو بتعملها ايه؟ العرض ال 150 رجلان، وتيجي على الحته اللي قدام دي وتروح عامله ايه؟ اسوره جيرسي او اسوره اي حاجه وتحطها تكمل. يبقى العرض ال 150 ما ينفعش، علشان العبايه بتبقى طالعه من الجناب، المفروض يبقى عرض كام؟ 180 واصل لحد هنا. طب نكمله ازاي؟ بنحط له كم جيرسي من الناحيتين، ونحط له كم جيرسي من ناحيتين عشان نطول الكم، لان العرض 150 ما بيجيبش. يا اما بيروحوا مستخدمين ال 3 متر ونص
بنروحهم حاطينها كده اللي هي العرض 150 ويحطوها بالطريقه دي كده وتوفر، وبرده تطلع 3 متر. ويروحوا مدخلين الدراع مكان الدراع ويروحوا معاكسين العبايه كده، فتطلع برده ب 3 متر عرض 150، بس يعملوها بالعرض. يبقى انا عملت العبايه مرتين، عملتها يا اما بالطول زي ما هي اللي هي العبايه الرجلين اخدت 3 متر و10 سنتي عرض 180، يا تاخد 3 متر برده و10 سنتي عرض 150 بس بنركب لها اساور. صعب كده يعني؟ هقولها تاني، العبايه اللي هي الرجلين الكم منها فيها حته واحده تشتغل بعرض 180 وبتاخد 3 متر و10، 155 و155. طيب العرض 150 برده تاخد 3 متر و10 155 و155، لكن الكم هيطلع قصير فبنركب له حاجه زي معصم كده صغير ونحط عليه تطريز، نحط عليه اي شكل. وخلي بالكم دي شغاله على طول. طب في ناس برده مش عاجبها موضوع الايه؟ ال 3 متر و10 دي، فبدات تثني العرض ال 180 او العرض 150 زي ما هو كده، وتروح حاطه العبايه فتروح مقلله شويه من الديل، من وسع الديل من تحت، تلاقي العبايه مش واسعه قوي من تحت، وتروح مدخله العبايتين في بعض في العرض 180. تبقى بالشكل ده كده، وتروح موفره بتاخد حوالي 2 متر ونص قماش عرض 180. يبقى هل يبقى احنا كده فهمنا ازاي القماش بيتعمل، ازاي بيعملوا ياخدوا العبايه؟ وطبعا كنا شرحناها قبل كده في عبايه في فيديو قبل كده اللي هو بتاع ركوم ورجلان، قلنا ان في مصر هنا اختصروا الحركه وراحوا مقصين دي كده الكم ده بالشكل ده كده عشان يدخلوها في بعض ويطلعوا الكم لوحده في الاخر، فتوفر قماش وممكن يبقى لون تاني خالص، الكم ممكن يكون معمول لون تاني خالص كده. بقى احنا شرحنا، اي حد يسال يقول العبايه بتاخد كام متر، يبقى احنا شرحنا كل الطرق كده. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يتقبل. السلام عليكم.